قراءة سورة الملك كل ليلة هل هي سنة مؤكدة؟ ليست بسنة مؤكدة، حديثها ضعيف. وقراءة سورة الكهف لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف كل جمعة، إنما هي من كلام من فعل أبي سعيد الخدري، من كلام أبي سعيد الخدري عفوا.